الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا احمد، ربنا يخليك. الحقيقة شهادة من الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن هاني رمزي بيك انه بعد اقل من 4 ايام او 5 ايام بتعود بهذا الشكل وبهذا المستوى تتناسى احزانك. يمكن كنت نجم الدفاع الاول النهارده يا كابتن وائل. بصراحة ربنا يخليك كابتن احمد، واشكر كابتن هاني وكابتن مجدي. يعني الحمد لله احنا عندنا خبرات كويسة كابتن، كلنا المجموعة اللي لعبت المنتخب كلها، فيعني الحمد لله قدرنا ان احنا طبعا بمساعدة الجهاز الفني ان احنا نخرج من حالة الزعل والحزن اللي مصر كلها كانت فيها يعني. نعم. بنحمد ربنا طبعا على الفوز النهارده اللي حصل بعد الاحداث اللي حصلت والغيابات اللي عندنا النهارده المهمه. نعم. جدا أكيد. اللي فرق معانا، فيعني النهارده طبعا خسرنا عماد وخسرنا معتزين وكمان، فيعني ربنا يعوضنا ان شاء الله في الماتشات اللي جايه خير ان شاء الله. يعني كابتن وائل اتغيرت طريقه لعب بتروجيت وفرقه النادي الاهلي اكتر مره، لكن المهاجمين اتغيروا عليكم اكتر مره، كانت تعليمات الكابتن حسام البدري ايه يا كابتن وائل؟ يعني احنا ملتزمين بطريقتنا يا كابتن، وطريقه لعبنا ما بتتغيرش بتغير الفرقه الثانيه، احنا بنأدي باسلوب اللعب بتاعنا وبنفرض اسلوب لعبنا على الفرقه الثانيه. فدي كانت اهم حاجه النهارده، في التزام من كل لعيب بمكانه ودور المحدد ليه. فيعني بس ده بالنسبه للطريقه اللي حصل النهارده، انما كل لعيب كان مركز في دوره بس. نعم. عودة احمد السيد النهارده يمكن البعض كان قلقان عليه انه ما لعبش من بدايه الموسم، لكن ما شاء الله واضح انه كان احد النجوم رغم انه ما لعبش في طريقه عدم وجود ليبرو من بدايه السنه. يا كابتن وائل، هل كان ليك دور كبير النهارده مع احمد في الكلام في الرقابه في التوجيه يا كابتن وائل؟ لا طبعا، كابتن احمد عنده خبره كويسه ولعب كتير جدا معايا في النادي قبل كده، وهو عليه عنده خبره لعب كبيره، ف يعني احمد مش غريب طبعا على الفرقه، برغم ان انا فعلا كنت قلقان برضه من حته ان هو ما لعبش السيناري المباراه بتاع يوسف، بس الحمد لله خبره احمد قدرت ان هي تعوض حته غيابه عن الملعب النهارده. كابتن وائل مبروك، الحقيقه تستحق كل تقدير زي ما انت قلت يا كابتن مجدي. وائل يعني الحقيقه